تاني من تفسير سورة الفاتحة، هنتعرف مع بعض على باقي الآيات، وهنبدأ أول آية اهدنا الصراط المستقيم. يعني إيه اهدنا الصراط المستقيم؟ تعالوا نلعب مع بعض لعبة. إيه رأيكم كل واحد فينا يروح بسرعة بسرعة ويجيب كوباية مية ويطلع تاني قدامي على الشاشة بسرعة؟ ممتاز، رائع، أحسنتم. طيب تعالوا بقى بسرعة نرجع الكوباية دي في مكانها في المطبخ، بس بشرط كل واحد فينا هيلف الأول في البيت. يعني هنروح الأول على الحمام، بعدين نتجه للغرفة، بعدين نروح لغرفة ماما وبابا، وبعدها نروح للمطبخ ونضع الكوب في مكانها. دلوقتي فكروا معايا، أنهي كان أسرع؟ الطريق اللي روحته مباشرة على المطبخ ولا اللي لفيته فيه؟ ها، شايفين ايه اللي كان أسرع؟ لما دخلته على طول جبتوا المية من المطبخ ولا لما لفيته؟ ها، بالظبط كده. لما بنروح على طول هيكون الحاجة أسرع من لما نقعد نلف وندور ونبحث نبحث نبحث على المكان. يبقى المستقيم هو سريع أكتر. تعالوا نشوف مع بعض أي طريق هيكون أسرع. الطريق رقم ألف اللي هو مباشر هيوصلنا أسرع، ولا الطريق رقم باء اللي هنطلع وننزل ونطلع وننزل ومرتفعات ومنخفضات وحركة كتير جدا، أيهم أسرع؟ ممتاز جدا، الطريق رقم ألف، لأن الطريق رقم ألف هو خط مستقيم، شايف في نهاية الخط وهتتجه ليه. عشان كده لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، احنا بندعي ربنا الصراط الطريق المستقيم ان احنا نكون ماشيين فيه. طيب اهدنا يا رب الصراط المستقيم، مين اللي ربنا هداهم؟ ها، ربنا هدانا للصراط المستقيم، او بندعي ربنا يهدينا للصراط المستقيم زي الانبياء والصحابة والتابعين والشهداء، بندعي ربنا ان احنا نكون معاهم. علشان كده احنا كل يوم بندعي ربنا 5 مرات مع كل فرض، واحنا بنقرأ سورة الفاتحة بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين الذين أنعمت عليهم؟ ربنا أنعم على مين؟ قلنا على الأنبياء والصحابة والتابعين والشهداء. طيب أنعمت عليهم بإيه؟ أنعمت عليهم بالهداية. يعني إيه الهداية؟ الهداية نوعين، نوع الدلالة وهي معرفتك للطريق، إن أنت تعرف طريق الصح إن أنت تعمله فعلا، والنوع التاني وهو المعونة، إن ربنا يعينك، إن ربنا يعينك إن أنت تعمل الحاجة الصحيحة. ودوت كمان مش حاجة سهلة أبدا، بالعكس دي بتحتاج مجهود، إن ربنا يقدرك إن أنت تقوم صلاة الفجر، مش أي حد، ده ربنا مختار الناس اللي هتقوم لصلاة الفجر. إن ربنا يقدرك إن أنت تبر أهلك باباك ومامتك وتسمع كلامهم، مش أي حد، دي ناس معينة إن ربنا قدرهم إن هم يعملوا ده. إن أنت تلبسي حجابك، مش كل الناس بتقدر تعمل دوت، بالعكس في ناس بتبقى نفسها لكن الخطوة ثقيلة جدا وشيطانها قوي عليها فمش قادرة تعمل الخطوة دي، فبتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، الناس اللي انت انعمت عليهم يا رب من قبلنا، ارزقنا الطريق بتاعهم المستقيم غير المغضوب عليهم. ومين بقى اللي مغضوب عليهم؟ من الكافرين والمنافقين والمسلمين اللي بيعملوا تصرفات خاطئة وبيستمروا في الذنوب بتاعتهم، ولا الضالين. طب هم مين الضالين؟ الكافرين، النصارى اللي مصممين على كفرهم ومصممين على
عصيانهم لربنا سبحانه وتعالى وما بيطيعوش ربنا سبحانه وتعالى، فيا رب ابعدنا عنهم وخلينا ما نبقاش معاهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب نبقى بعاد عن الضالين وبعاد عن المغضوب عليهم، علشان ترزقنا بالجنة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بكده نكون انتهينا من تفسير سورة الفاتحة. كل آية وكل جزء في كل آية اتكلمنا عنه، لكن علشان نتعلم مع بعض والمعلومة بتاعتنا تثبت معانا، ما يكونش مجرد حاجة سمعناها، خلونا نتفق مع بعض ان كل يوم واحنا بنصلي نستحضر في نيتنا ان احنا بنقرأ الفاتحة بشكل مختلف 5 مرات، في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء. كل يوم وإحنا واقفين وبنكلم ربنا سبحانه وتعالى، خلونا نقرأ الفاتحة بشكل مختلف. إحنا بنقول فعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا سبحانه وتعالى بيسمعنا ويرانا. الحمد لله رب العالمين، وربنا يجيب علينا ويقول لنا حمدني يا عبدي، وإحنا حاسين فعلا إن إحنا بنحمد ربنا. وبنقول الرحمن الرحيم، انت يا رب رحمن ورحيم، عالم بحالنا. انت يا رب مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. احنا بنعبدك انت وبنستعين بيك لعبادتك يا رب، فعلنا وقدرنا وخلينا نستطيع ان احنا نكون مؤمنين وصالحين وبنتقي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان احنا نكون مبعاد جدا عن اللي اغضبوك وعن الضالين اللي تائهين في الحياة، نكون مختلفين عنهم. ودول مش بيكونوا اي حد، بالعكس ربنا بيمحص وبيختار مننا. علشان كده لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمته وعلى كرمه، وعلى انه هو بيمن علينا ان احنا بنستطيع ان احنا نتعلم دوت، وإن إحنا نعمله وإحنا بنسعى لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى. ودي حاجة مش كل الناس ربنا بيرزقها السعي إن هي تستطيع إن هي تسعى. كمان عندنا في أوراق العمل آخر ورقتين، ما تنسوش إن أنتوا تعملوهم وتحلوهم، تحط الطريق بتاعك، تشوف إيه هي الحاجة اللي هتوقفك، إيه هي الأخطاء اللي ممكن تخليك تأخرك عن الطريق المستقيم بتاعك وهو طريق الجنة. وإن القرآن يكون صاحب ليك في الدنيا حتى تصل إلى الجنة، فتقرأ وترتقي كما كنت ترتل في الدنيا وتصعد في درجات الجنة بإذن الله. وربنا يا رب ينفعنا بما نتعلم ويعلمنا بما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، وانتظرونا في فيديوهات جديدة وتفسير لصور جديدة بإذن الله. إلى اللقاء، السلام عليكم.